اهلا بكم مشاهدي الكرام لفقرتنا، واللي فيها رح نتعرف اياكم على واحد من الانجاز واحد من ابداعات شبابنا الاردني في مختلف المواقع. شباب من محافظة الطفيلة وبالتحديد من مدرسة عين البيضاء الثانوية نالوا على شرف المشاركة في مسابقة دولية، هي مسابقة انتل للعلوم والهندسة الدولية. هذه مسابقة تجرى مرة في كل سنة، تستهدف الطلاب ما قبل الجامعة، وهي للعلوم والهندسة بمعنى أنها تستهدف أبحاث. لهذا العام استقطبت أكثر من 170 بحث ل60 دولة على مدار العالم. اللي فازوا على مستوى المملكة كانوا من الطفيلة، واللي ذهبوا وشاركوا في المسابقة على مستوى العالم العربي في الإسكندرية، وأيضا حصلوا على مراتب ومراكز مميزة أهلتهم إنهم يوصلوا للمسابقة الدولية في أمريكا. بدي أعرفكم على الشباب الطيبين، وبدي أعرفكم على الجهود الطيبة أيضا التي تبذل من أجل دعم الأفكار الإيجابية اللي بتتحول لمشاريع وأبحاث علمية. أرحب أولا من يميني بالدكتور محمد الطراوني، وهو مدير التربية والتعليم لقصبة الطفيلة. أهلا وسهلا دكتور محمد، يعطيكم العافية. الله يعافيك. وأيضا برحب براشد العمريين. أهلا وسهلا. راشد هو بالصف العاشر، وهو اللي شارك ويعني رفع اسم الأردن عالي إن شاء الله، ورح يشارك في البطولة أو المسابقة الدولية. وبدي أعرفكم كمان بعمر العمريين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. راشد وعمر بالصف العاشر، وأهلا وسهلا فيكم، أنتم من مدرسة عين البيضاء الثانوية. يعطيكم العافية، وإحنا سعيدين بلقائكم وسعيدين بإنجازاتكم وسعيدين بأفكاركم الطيبة اللي كرستوها لخدمة العلم والبحث العلمي. احنا اسعد. اهلا وسهلا. بدي ابدا مع الدكتور محمد ونتعرف على كيف بتعرف الطلبة انهم يشاركوا في مثل هذه المسابقات الدولية، يعني اكيد لكم جانب كتربية وتعليم. الله يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل. هاي المسابقة العالمية اللي هي انتل ايسف او انتل للعلوم والهندسة تعمم على مستوى وزارة التربية والتعليم من قبل يعني اخوان مشرفين مختصين في هذا المجال. بصير اجتماع لمدراء التربية، وبصير اجتماع بنعمل اجتماعات لمدراء المدارس عندنا في المديريات، بنشرح لهم الآلية بحيث انه هم يعني ينقلوا هاي الفكرة لمدارسهم، بيعملوا اجتماعات ووزعوا على مربي الصفوف الطلاب انه في عندنا هاي المسابقة، والمسابقة يعني في لها تعليمات واسس وشغلات مثل هيك، فبتنتقل الفكرة الى المدارس. بصير عندنا بالمرحلة الأولى اللي هي يعني عمليات خلينا نقول المتابعة والتصفيات داخل المدارس، طبعا هي مستهدف فيها طلاب المدارس، بيشرف عليها مجموعة من المعلمين المشرفين التربوية. مديرية التربية والتعليم بتعمل يعني خلينا نقول تصفية لهذه المشاريع، من خلالها يعني بيظهر عندنا هاي المشاريع طبعا داخل مدارسنا، تعمم على بعدين بصير لها يعني على مستوى المملكة من المديريات، ترفع هذه المشاريع للوزارة وللجهات المختصة في المتابعة، وعلى مستوى المملكة بنشوف مين. بس في سياستكم انكم تشجعوا الطلاب على الأبحاث العلمية، لأن هاي المسابقة هي يعني زي حسب ما قرأت انه 1700 مشارك على مستوى العالم، بيكون 60 دولة. لما نكون احنا واحدة من ال60 واحنا بنكون اثنين من ال1700، فهذا يعني شيء ايجابي. هل في سياستكم كمديرية التربية والتعليم في الطفيلة انكم تخلوا طلابكم يشاركوا في مسابقات دولية؟ نعم، احنا بنشجع عملية البحث العلمي، يعني دائما ابدا بنركز على عمليات البحث العلمي واستخدام مختبرات الحاسوب ومختبرات العلوم والمكتبات، يعني بنشجع طلابنا على انهم يتواصلوا مع هاي المرافق، عرفت علي كيف؟ في عندنا اخواننا المعلمين والمشرفين التربويين يعني مهتمين في مثل هذه المسابقات او مثل هذه العمليات، ليش؟ لان هي بتظهر عندنا ابداعات للطلاب. هاي يعني النقاط اللي احنا بنستغلها ونستخدمها، وفيها توظيف لمختبراتنا، المختبرات العلميه والمختبرات الحاسوب والمكتبات. في اهتمام كبير جدا يعني من اخوان المشرفين التربويين ومع المعلمين في المدارس، يعني بيلتقطوا هاي الافكار وبتابعوها. صحيح، معناته يعني طلابنا هم ثمرا طيبا اذا كانت هناك عناية جهود. نعم، كانت هناك جهود. نعم، عشان هيك يعني. نعم، دائما. نعم، المعلم إذا كان المعلم متميزا كان الجيل اللي بدرسه. نعم، متميز. نعم. راشد وعمر رح تحكوا لي على مشاركتكم، كيف بداية مشاركتكم راشد كانت يعني، ومعرفتكم أنكم تعملوا جهاز للخلايا الشمسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد صباحك ستي. طبعا احنا بعد ما عملنا الجهاز هذا وطورناه وظهر في هذا الشكل، قرانا عن مسابقه انت الدوليه للعالم العربي، وقرانا عنها وحكوا انه في معارض في نادي المعلمين في عمان، فذهبنا في هذا الجهاز الى نادي المعلمين، قابلنا مجموعه من المهندسين والمحكمين هناك في عمان، وكان يعني الحمد لله كان مشروعنا واحد من المشاريع اللي تأهلت إلى جمهورية مصر العربية. ذهبنا إلى جمهورية مصر العربية وبرضه قابلنا محكمين ومهندسين وعلقوا على مشروعنا ويعني الحمد لله فزنا فيه. الحمد لله. طيب عمر، تحكي لنا على مشروعكم، شو هو مشروعكم؟ أولا يسعد صباحك ست فخر، وثاني بشكر التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد على هذه الاستضافة الرائعة. صحة. وبصبي على جلالة الملك وعلى أهلنا في الطفيلي. طبعا مشروعنا هو عبارة عن خلايا شمسية. هذه الخلايا مزودة بنظام ذكي بيجعل الخلية الشمسية تتتبع زاوية سقوط الأشعة الشمسية. زي ما بنعرف أنه إحنا أصلا من أول الفكرة من وين إجتنا؟ الفكرة إجتنا من أنه زي ما بنعرف أنه إحنا بلدنا اللي إحنا بنعيش فيها الأردن بتكون يعني اغلب الاوقات فيها بتكون شمس. نعم. فيعني 340 يوم من 360 يوم. صح. وحتى يعني ال 20 يوم او 25 يوم اللي بكون يعني اغلبها بتكون فيها يعني الشتاء او فصل الشتاء يعني حتى يظهر فيها الشمس يعني. طب احنا بدنا نستغل الشمس هاي اقصى استغلال. نعم، بدنا نستغلها، ويعني بدنا زي ما بنعرف انه احنا المصممين اللي بصمموا الخلايا الشمسيه بصممونا على إلنا خلايا شمسية ثابتة، وزي ما بنعرف إنه زاوية سقوط الأشعة الشمسية بتختلف من وقت لآخر. فإحنا يعني قلنا إنه ليش مثلاً الخلية الشمسية بكون عندنا مثلاً إحنا وقت الشروق، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب. إحنا بدنا نستغل هذه الشمس يعني خلال 12 ساعة من ساعات النهار. يعني مش بس ساعات الذروة. نعم. إنه تقصد إنها تتوجه تصير وين في أشعة الشمس تروح لها. نعم. هدول الجهازين هم؟ نعم. هدول هم. يعني ايش الجهاز الاول اللي عندك؟ الجهاز الاول زي ما قلنا انه خليه شمسيه مزوده بنظام ذكي بيجعل الخليه الشمسيه تتتبع زاويه سقوط الاشعه الشمسيه واخذ اكبر كم من الطاقه الشمسيه وتحويله الى طاقه كهربائيه وتخزينه في البطاريات وفيما بعد الاستفاده منه. ويعني احنا اضفنا على المشروع انه بدنا نستفيد منه في نظام الري. طبعا عندنا نظام الري زي ما احنا شايفين انه بتكون من ووتر فلو سنسور، وبتكون من محبس الكتروني، وبرضه اضفنا مجموعه من القطع اللي هي الجي بي اس جي اس ام. هذول القطع يعني اول شيء عندنا الووتر فلو سنسور، عند مرور الماء من خلالها يعني بتظهر لنا ووتر فلو سنسور، هي عباره عن بتحتوي على حساسات من الداخل. فعند مرور الماء من خلالها بيظهر لنا على السكرين الشاشي بيظهر لنا كمية المياه المتدفقة وكمية مياه التي تدفقت، فإذا قلت هذه الكمية بيعلم المزارع أنه يوجد عندنا عطل في إحدى الخراطيم أو الخزانات، فبيذهب إلى هذا العطل وبصلحه. أنت مهندس ولا صف عاشر؟ صف عاشر. ما شاء الله. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. راشد، لما رحتوا شرحتوا أكيد أنت وعمر شرحتوا للمهندسين. كيف اقنعتوهم فكرتكم حتى تفوزوا بالمسابقه؟ احنا طبعا يعني كان معنا احصائيات وشيء، يعني الخليه الشمسيه يعني على الوضع الثابت في الارض تستفيد منها بس ساعتين في النهار، يعني بس الساعتين بكون عند الظهر اللي هي مواجهه للخليه بس. وهذا يعني شيء يعني سلبي، يعني انت نهار عندك 12 ساعه تستفيد بس ساعتين، فهذا يعني النقطه السلبيه ساعدتنا كثير في انه مشروعنا ينجح. طبعا المزارعين اكيد يعني احنا زودنا هذا المشروع بنظام مساعده المزارع، انه يعني نظام ري لاسلكي من خلال الهاتف انا بقدر افتح المي واسكرها كمان من خلال رسائل نصيه بيني وبين الجهاز، بقدر انا افتح المي واسكرها. لو مثلا المزرعه هون وانا في امريكا بقدر اني افتح المي واسكرها بكل سهوله وبكل ريحية. احنا اكيد يعني مستقبليا ان شاء الله راح نوضع حساسات بتقيس لنا درجه الرطوبه في التربه، وبناء على برمجه معينه بتوقف المي لحالها. يعني مثلا يعني اذا الري شارب الزرع فيش داعي يسقي كمان مره. في توقيتات يعني. اكيد مستقبليا حسب البرمجه اللي احنا بنبرمج عليها، حسب التايمر اكيد راح يوقف في وقت معين، راح يفتح في وقت معين. طب هذا بتعتبروه اختراع ولا انتم طورتوا على ما كان موجود؟
يعني هو نظام تتبع الشمس، يعني نظام الخليه الشمسيه يعني هو نظام موجود في العالم، لكن لكن يعني ونظام تتبع الشمس برضه نظام موجود تطورته على أكيد على نظام تتبع الشمس موجود في امريكا وموجود في المانيا، لكن طريقه تتبع الشمس يعني هي طريقه جديده صراحه. ويعني نظام ال دي ارز هذا نظام يعني احنا عملنا دراسه قدام ما نعمل هذا المشروع، فوجدنا ان نظام ال دي ارز ما ناس عمله في العالم، فاحنا عملنا ونظام مساعده المجاري هذا اكيد نظام جديد ما ناس عملوا قبلنا. ما شاء الله عليكم. شو رأيك دكتور محمد؟ يعني أنا عم بحكي مع مهندسين حسيت حالي، عم بحكي مع طلاب صفحات. شوفي هاي ثمرة جهود تبارك الرحمن عليكم. نعم. هاي ثمرة جهود مشتركة صحيح، يعني عرفتي كيف؟ صحيح من طلاب، إحنا نستغل هاي الفرص وبنبحث عنها وين كل طلابكم هيك بالطفيل؟ إن شاء الله إن شاء الله يكونوا مثل هيك كذا. كمان إحنا فينا تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، يعني خلينا نقول جامعة الطفيل التقنية وجودها يعني كان لها أثر كبير جدا في هذه المنطقة في ازدهار. حلو. وكان في لهم دور كمان، يعني في لا نذكر جهود الدكتور عبد الإله شبطات عرفت كيف من جامعة الطفيل التقنية، يعني اللي كمان ساعد الطلاب وساعد المدارس على عرفت كيف. الجامعة كمان بتوفر مختبراتها وبتوفر يعني المكتبة وإلى آخره، تتعاون مع المعلمين في الميدان. إحنا يعني هذا الطلاب كانوا في مدرسة علي بن أبي طالب الأساسية، عرفت كيف؟ هاي كمان مدرسة هي اللي تبنتهم، بعديها انتقلوا على طبعاً إلها الفضل في تأسيسهم نعم صحيح. انتقلوا إلى مدرسة عين البيضة الثانوية، عرفت كيف؟ كمان المدرسة والإخوان هناك التقطوا الأفكار وأفكارهم وجهود الإخوان وظلوا مستمرين يعني في متابعة، عرفت كيف؟ إحنا مديرية التربية والتعليم إن شاء الله دائماً يعني بنكون نبحث عن هذه الجهود ونبحث عن هذه الأفكار والإبداعات وبنعززها بنتابعهم إن شاء الله، عرفت كيف؟ وبنتابع دائماً وأبداً بحيث إنه نصل إلى علماء. إحنا يعني صحيح. مش أول مرة الطفيلة بس ترى من غير عناية ومن غير بذل جهد ومن غير دعم مادي ومعنوي كمان مش حيصير لا عمر ولا راشد ولا غيره. يعني الأفكار أكيد. كويسة بس إنها الأفكار تضلها حبيسة المعيقات والصعوبات مش حتصير صحيح؟ طب عمر خبرني عن المسابقة لما رحتوا على الإسكندرية مش هيك؟ صح. خبرني على إحنا بنحكي على 1700 مشارك، يمكن كانوا أقل لأن للعالم العربي كانت في الإسكندرية. خبرني على الأفكار الثانية، وأنتوا حصلتوا مستوى كويس إيجابي، هلأ أهلكم أنكم تروحوا بشهر اثنين على أمريكا إن شاء الله، يعني ممكن خبرني إن شاء الله. كيف كانت المستويات اللي شفتوها من الطلاب؟ والله إحنا طبعا يعني أول ما رحنا على الإسكندرية كان يعني في مؤتمرات وفي ورشات عمل. نعم صح. إنه يعني تعطينا الروح انه يعني كيف بدنا نوقف امام الحكام وكيف بدنا نشرح وشيء. فيعني حتى احنا كان في وقت فراغي يعني بين الدورات اللي بيعطونا اياها، وكان يعني في لنا وقت انه بدنا نعلق البوسترات وبدنا نظبط المشاريع على الطاولات. فاثناء يعني بعد انهانا من انه نحط المشاريع أموركم. نعم صح. كنا نزور يعني بعض المشاريع الثانيه، يعني حتى الواحد ياخذ فكره عن المشاريع. فيعني كانت مشاريع يعني كويسة وكانت مشاريع ممتازة، وفي بعض المشاريع كانت تستاهل إنها تسافر إلى أمريكا وتتطور، وفي مشاريع يعني كانت يعني متواضعة. نعم صح. بالنسبة صاروا حكام يعني هناك الأخوان صاروا يقرروا شو المشاريع ما شاء الله عليهم. أنتوا اتجاه علمي واضح مش هيك؟ اتجاه علمي أكثر فيزياء كيمياء وين ولا كهرباء؟ والله يعني كهرباء ان شاء الله. وراشد ان شاء الله هندسه فيزيائيه. ان شاء الله فيزياء يما بتخوف خوف خوف. طيب كويس. هلا اكيد مدرستكم والطلاب والشباب اللي بتحدثوا معاكم واللي بشوفوكم في المدرسه اكيد معجبين فيكم، فانتوا كيف تنقلوا لهم صوره انه حلو الواحد يعيش حياته بكل حلاوتها وأيضا يعطي للتقدم وللتطور ولأنه يعمل مكانة له متميزة على خارطة الحياة شيء مهم. راشد كيف تصور الطلاب وكيف تحكي لهم كيف تشرح لهم على أنك أنت عامل توازن بحياتك بين الدراسة وبين اللعب وبين أنك شاب وتكون فايع بس برضو كمان عالم في توازن؟ أكيد جدا الواحد لازم يكون عنده هو يعني تقسيم الوقت، لازم ينظم وقته يعني ما بين وقت دراسي وقت عمل وقت مثلا وقت فراغ. فاحنا يعني قسمنا هذا الوقت، بالتالي يعني كنا نشتغل يوميا تقريبا ساعتين او ثلاثه في هذا المشروع، يعني كانت ساعات عمل في الليل يعني كنا نشتغل في هذا المشروع. وصراحه احنا بعد ما رجعنا من الاسكندريه يعني كل الطلاب يعني
يعني بدهم منا شرح، بدهم منا تقارير عن المشروع. وصراحه يعني كل الطلاب يعني صار بدهم منهم يقدموا مشاريع ويقدموا ابحاث حتى انهم ينجحوا يعني ويصير عندهم ابداعات واختراعات. حمستوهم، نقلتوا لهم الحماس عمر. نعم صحيح. طب اثرها على شخصيتك عمر المشاركه هاي؟ انت بتحكي على مشاركه الان دوليه، كانت محليه على مستوى المملكه، صارت عربيه، هلا راح تصير دوليه، اثرها وانعكاساتها على شخصيتك عمر؟ طبعا بدها تكون اثرها يعني بشكل ايجابي، وطبعا يعني انه الواحد بيعتز وبيفتخر انه يصل لهذه المرحله. وحتى هناك يعني واحنا في مصر قالوا الحكام انه انتم وصلتوا لهذه المرحله، يعني انتم لحد الان فوز، انه احنا بنعتبره حتى لو ما تاهلتوا على مستوى العالم احنا بنعتبره فوز. فيعني حتى انعكس يعني حتى الواحد يعني صار انه مثلا يوم يحكي مع دكتور او مع مهندس يعني بحس انه قريب من المستوى العلمي، تحكي تبقى نفس اللغه. نعم مش هيك متنازل تحكي لي السنسرز والبصر ايش على كل حال دكتور محمد، يعني قديش الواحد هيك بتمنى انه يكون ابنه راشد او ابنه عمر، مش هيك؟ كل واحد بتمنى يكون ابنه عامل توازن في حياته، راضي ربنا وراضي أهله، مش هيك يا عمر؟ ومستوى واضح، يعني فيش طلاب بيفكروا بهذا التفكير العلمي إلا هم على مستوى أكاديمي ممتاز. قديش رح يكون لكم دعم لعمر وراشد ولكل الطلاب اللي عندهم بوادر خير؟ شكرا للتلفزيون الأردني على تبني مثل هذه الافكار، يعني والله شكرا لكم انتم قدمتوا يعني دعوتنا واجيتوا على التلفزيون. احنا يعني احنا ابنائنا كلهم عمر وراشد في مدارسنا، عارف طريق كيف في المملكه الاردنيه كلهم عمر وراشد. نتمنى انه ابنائنا الان يعني لكن الان هم في مدارسهم، لكن امهاتهم اولياء امورهم ينقلوا لهم الفكره انه تعالوا تفرجوا كيف في عندنا طلاب في مناطق نائيه، خلينا نقول فقيره شويه، لكن في عندهم ابداع، في عندهم افكار. وقتك ما ضيعوا ابن الطالب، عرفت كيف؟ انا يعني بس برضه بنتمنى كمان انه يكون في دعم، يعني مشروعهم بزبط لوزاره الزراعه مثلا، بزبط لجهات كثيره، يعني قديش انت حتوفروا في استغلال الطاقه اللي فاتوره الاردن وميزانيه الاردن كلها رايحه على فاتوره الطاقه، وفاتوره الطاقه كثير كبيره بالنسبه للاردن، فتخيل قديش بدهم يوفروا. صح احنا صح. احنا اخذ فخر، اسمح لي دقيقه بس، يعني هاي المشاريع احنا قبل هالفتره شاركت الطفيله على مستوى العالم وجابوا مركز رابع، عرفت كيف؟ وطلعوا على امريكا، على الولايات المتحده الامريكيه. الشركات هناك يعني بيعمموا الجهات العلميه بتعمم انه في عندنا مشاريع، في جهات، في شركات، في مؤسسات بتتابع بتحضر وبتبنى وبتتبنى هاي الافكار، بتتبناها وبتعتبر اختراعات وابداعات بتبنوها وممكن يعمل يطلع منها جهاز عالمي، عرفت علي كيف؟ لذلك احنا يعني هاي الافكار ممكن تعمم، عرفت كيف؟ هلا شرف المشاركه كثير، شرف المشاركه كثير مهم. وعلى الاقل ان شاء الله بين 60 دوله و1700 مشارك راح يرفعوا علم الاردن. عمر نبارك لوالديك وللوطن، إذا كل شبابنا زي عمر وزي راشد كمان نبارك لوالديكم بهاي النخبة من الأبناء الطيبين إن شاء الله. عمر العمريين وراشد العمريين ودكتور محمد الطرامني، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، شكرا. وتحياتنا وصباح طيب لأهل الطفيلة كلها اللي عندها عمر وعندها راشد. شكرا لك، الله يعطيك العافية. والآن مشاهدي الكرام أنتقل وإياكم إلى هذا التقرير. التقرير هو معلومات وفوائد طبية وغذائية الموجودة في مادة السبان.